السلام عليكم. إن شاء الله شباب، النهاردة عايزين نكمل مع بعض اللي بدأناه الأسبوع اللي فات. كنا بدأنا نتكلم على البروجرام ده، كنا خدناه كده as a road map. النهاردة بقى عايزين نطوره شوية. كنا اتعرفنا على ال pre-processor directives، ال hash include وال hash define، وتعرفنا على ال data types اللي ممكن نستخدمها، وتعرفنا ازاي نكتب equations. فالنهاردة عايزين نبدأ نشوف ازاي بقى البروجرام بتاعنا يبقى more useful. لو ساعتها كنت جربت هذا البروجرام عندك على الكومبايلر، فكنا بنجرب كده بعد ما ساعتها بتكتب الكود، تيجي تعمل run، هتلاقي ان هو بيطلع لك قيمة دايما ثابتة. طبعا ده ايه ده؟ يعني هو بيشعر كده ان البروجرام ده بروجرام غريب وان ده فيروس، بس ما تقلقش ان شاء الله ما فيش ايه، مفيش فيروس ولا حاجة. وبالتالي هنا حسب لي الاريا ايكوال كذا، مهما سيتك تعمل ران للبروجرام ده هيطلع لك دايما نفس القيمة. اللي احنا عايزين نعمله ايه دلوقتي؟ عايزين نتعلم ازاي ادخل للبروجرام radius مختلف، وبالتالي يحسب لي اريا مختلفة. الموضوع بتاع النهاردة ده اسمه الانبوت اوتبوت. يعني ايه الانبوت اوتبوت؟ يعني ازاي عايزين نقرا من اليوزر انبوت معين ونطلع له الاوتبوت المناسب بناء على هذا الايه، بناء على هذا الانبوت. فالموضوع ده عشان تتخيله كده، تخيل كده ان انت عندك الكمبيوتر اللي قدامك ده كده اكنه لابتوب. عايزين نشوف ازاي من خلال البروجرامينج ان انا اسمح لليوزر ان هو يدخل حاجه من الكيبورد. اقول له مثلا انتر يور نيم، فهو يبدا يدخل النيم بتاعه، وانا اخد النيم بتاعه ده ابدا اعمل عليه بروسيسنج. وبعد ما اعمل عليه بروسيسنج انا عايز اطلع الايه، عايز اطلع الاوتبوت المناسب بالنسبه له على السكرين. دائما ابدا عمليه البروجرامينج بيبقى فيه عندي سام انبوت انا هاخده من اليوزر، وعايز سيادتك تتخيل بقى من هنا ورايح ان انت البروجرام. وبالتالي لما اقول لك ايه، عايزين نقرا من اليوزر داتا معينه، يبقى انت عايز تخلي اليوزر يدخل لك سام انبوت. عايزين نعمل بروسيسنج، انت سيادتك عايز تعمل some calculations معينة على ال input اللي اليوزر يدخله لك، ثم سيادتك عايز تطلع له output على الايه، عايز تطلع له output على السكرين. في امرين سهلين جدا عشان نعمل بيهم الموضوع ده، علشان سيادتك تقرا data من اليوزر، فالامر اسمه cin. ولو سيادتك عايز تطبع data لليوزر على السكرين، الامر عندنا اسمه cout. عايزين نتعرف على ال سي ان والسي اوت دول بيشتغلوا ازاي وبيتكتبوا ازاي عندنا في الكود. تعال نبدا بالسي ان. سي ان امر سهل قوي. يبقى ايه فايده امر السي ان؟ تو ريد انبوت فروم ذا كيبورد. بيتكتب ازاي؟ انت سيادتك لازم تكون الاول معرف variable، يعني احنا معرفين مثلا int x. علشان سيادتك int x ده احنا اتفقنا عملنا ايه؟ احنا عملنا box من النوع integer، سمينا ال box ده x. انا فاضل دلوقتي ان انا اخلي اليوزر هو يملا لي ال x ده بايه؟ يملا لي ال x ده بقيمه. كل اللي سيادتك بتعمله انك بتكتب امر بالشكل ده cin، وكل الاوامر عندنا زي ما اتفقنا هي small letters، ما عندناش أي حاجة capital letters في البروجرامينج، إلا لو سيادتك أنت حابب أنت تزود variable بقى يكون capital letters. c in x بتكتب كده c in ثم علامتين greater than ثم x ثم سيادتك بتعمل سيمي كولون. إيه اللي هيحصل لما سيادتك تكتب الأمر ده؟ الكومبايلر هيجي على السطر ده ويعمل بوز ويطلع لك شاشة كده، الشاشة دي يطلع لك كده كيرسر. الكرسر ده يقعد يعمل بلينكينج، يقعد ينور ويضفي كده، مش هيتحرك غير لما سيادتك تدخل له قيمه، ولنفترض 5 مثلا، وتعمل انتر. دي كده علامه الانتر. ايه اللي ساعه ما سيادتك تعمل انتر هو اوتوماتيك هياخد الخمسه دي ويخزنها فين؟ ويخزنها جوه الاكس. وبالتالي اي تعامل مع الاكس بعد كده اكن سيادتك بتشتغل على قيمه الخمسه دي. تمام؟ طيب يبقى احنا اول حاجه عايزين نعملها عندنا هنا في البروجرام، عايزين نخلي اليوزر هو اللي يدخل لي قيمة الايه؟ هو يدخل لي قيمة الراديوس. يبقى بدل ما انا مثبت قيمة الراديوس ب 2.4 كده، لا انا اروح اكتب ايه؟ اروح اقول له لا انا عايز اقرا القيمة دي
من اليوزر سي ان الراديوس سيمي كولون. خلاص انت كده سيادتك خليت اليوزر هو اللي هيكتب الايه، هو اللي هيكتب قيمه الراديوس. تعالوا كده نجرب لما سيادتك تعمل ران. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الشاشه السوداء دي طلعت والبلينكر انت زي ما سيادتك شايفه كده عمال ايه، عمال ينور ويطفي منتظر. بس ده مش منطقي طبعا، احنا لو عملنا 5 هيبدا يحسب لي الايه، هيبدا يحسب لي الاريا. ولكن قبل ما سيادتك يعني تعرف ان انت المفروض تدخل 5، اليوزر مش هيبقى ايه، مش هيبقى فاهم. طبعا سيادتك لو جربت دلوقتي ودخلت اي قيم هيدخلها لك مثلا 15، هيبدا يحسب لك الاريا الايه المناسبه. ولكن الشاشه الارنيه دي it is not useful. انت سيادتك لو في اي يوزر جاي يستخدم هذا السوفت وير ولقى الشاشه بالشكل ده مش هيبقى فاهم ايه المطلوب، هيشعر كده ان في سام ايرور جوه الايه، جوه البروجرام. وبالتالي مطلوب ان اي سي ان يبقى قبله رساله بليز انتر اريا، بليز انتر راديوس، بليز انتر. لازم تقول لليوزر بالظبط ايه الداتا اللي مطلوبه منه عشان يعرف ايه، يعرف يتعامل مع هذا السوفت وير. وبالتالي عايزين الاول قبل ما اكتب له الامر سي ان ده يكون عندي طريقه ان انا اقول له بالظبط، اطلع له رساله استرشاديه كده بالظبط انت عايز ايه تدخل ايه. وعشان كده احنا محتاجين الاول نعمل رساله، الرساله دي تطلع على السكرين. الرساله دي احنا بنستخدم فيها امر اسمه ايه، امر اسمه سي اوت. امر سي اوت بيشتغل ازاي؟ لو سيادتك عايز تطبع رساله على السكرين، مجرد رساله تطلع كده تترسم على السكرين، فانت سيادتك بتكتب حاجه بالشكل ده سي اوت، وبعد كده علامتين لزان، وبتعلم بتعمل علامه السترينج اللي احنا اتفقنا عليها، وتقول له اي رساله بليز مثلا انتر فاليو. تقفل كده الايه، تقفل كده العلامه دي وتحط السيمي كولون. يبقى انت كده قلت له ايه، العلامتين دول مش هيتطبعوا، ولكن ما بينهم هو اللي هي ايه، ما بينهم هو اللي هيطبع زي ما سيادتك كاتبه بالظبط، هيطلع زي ايه، هيطلع زي ما انت عايز. تعالوا كده نجرب. لو انا قلت له الاول كده ايه سي اوت، وعايزين نقول له رساله كده اقول له ايه مثلا بليز انتر راديوس، واقفل كده الايه، واقفل كده السترنج بتاعنا. يبقى هنا ما بين العلامتين دول بس هو اللي ايه، ما بين العلامتين دول بس هو اللي هيطبع. تالي دلوقتي اما تيجي نجرب، طلع الاول رساله. يبقى اللي حصل هنا يا شباب، اللي حصل هنا اللي هو الاول عرف الاريا والراديوس، ثم نفذ الامر بتاع ليه بليز انتر راديوس، ثم انتظر عند الامر بتاع سي ان عشان سيادتك تدخل له قيمه. وبالتالي لو قلت له كده 5 هيبدا يطلع لي الايه، هيبدا يطلع لي الاريا المقابله ليها. لكن انا كمان عايز اطلع له قيم، عايز اطلع له الفاليو الاخيره. فالفاليو الاخيره هطلعها له ازاي؟ برضه عن طريق امر سي اوت. لكن انت سيادتك شايف هنا ان امر سي اوت مختلف شويه. مختلف في ايه؟ الاول الجزء ده المفروض سيادتك بعيد فاهمه، ان انا هقول له سي اوت العلامتين بتوعنا بتوع علامه اللزان ثم سترينج، يبقى هو هنا هيطبع لي بس كلمه اريا ايكوال. لكن ايه الجزء اللي فاضل ده؟ لو سيادتك طبعت له او كتبت له سترينج بالشكل ده، وبالتالي هو هيطبعه زي ما هو. طب انا لو عايزه يطبع قيمه فاريبل اعمل ايه؟ ولا حاجه، سيادتك هيبقى عندك اصلا فاريبل فيه قيمه، ونفترض مثلا اكس ايكوال 5. ولو سيادتك عايز تطبع ال 5 او تطبع قيمه الاكس زي ما تكون، فسيادتك بتعمل ايه؟ سيادتك بتقول له سي اوت العلامتين دول، وسيادتك بتقول له اكس. خلاص كده هيطلع لك ايه، هيطلع لك قيمة الخمسة، هيطلع لك بوكس كده، البوكس البلاك اللي احنا بنشوفه ده، ويطلع لك فيه قيمة 5. طب انا لو عايز اكومباين الاتنين، يعني عايز جزء يبقى ثابت وجزء يبقى متغير، فانت سيادتك مثلا عايز يطلع لليوزر زي ما احنا عملنا كده اريا ايكوال، وعلى حسب القيمة اللي محسوبة اريا ايكوال مثلا 78. فانت سيادتك لازم تبدأ تبص ايه الجزء الثابت في الرسالة دي وايه الجزء المتغير. يعني ايه؟ يعني دائما ابدا اليوزر هيطلع له كلمة area equal، لكن 78 ال 78 دي هتبقى قيمة calculated، قيمة
ممكن تتغير من ايه؟ تتغير من قيمه لقيمه، على حسب قيمه الايه، على حسب قيمه الرادياس. فانت سيادتك بتبدا تقول لي اه والله الجزء ده ثابت، وبالتالي ده انا عايز احطه في الدبل كوتس بتاعنا، لكن الجزء ده متغير، وده هيجي من ايه؟ وده هيجي من فاريبل. وبالتالي سيادتك هتقول لي ايه؟ سي اوت، العلامتين الاساسيين بتوعنا. لو انت عايز تطبع جزء ثابت، فانت سيادتك هتقول له ايه؟ هتقول له area equal. وبعد كده سيادتك عايز تنتقل من جزء ثابت لجزء متغير، فلازم سيادتك تحط لي العلامتين دول. يبقى الانتقال من ثابت لمتغير او من متغير لثابت، سيادتك لازم تحط لي العلامتين دول. ال 78 دي جت منين؟ ال 78 دي جت من الفاريبل اللي اسمه area. سيادتك عايز تنتقل مثلا سنتيمتر، متر، عايز تحط له رسالة أخرى، فسيادتك عايز تنتقل إيه؟ يعني عايزين كان مثلا كلمة سنتيمتر هنا كمان. وبالتالي أنا عايز أنتقل من متغير اللي هو قيمة الأريا لثابت تاني، وبالتالي هقول له إيه؟ هقول له سنتيمتر بالشكل ده. سيادتك عايز تنتقل لمتغير تاني، لازم تبدأ تحط الإيه؟ تبدأ تحط العلامتين دول. وفي الآخر سيادتك بتقفل بسيمي كولون. بس خد بالك من حاجة بقى، إن سيادتك لو كتبت أي عدد من الأوامر سي أوت، هم هيكتبهم كلهم على سطر واحد، هو ما بيحطش سطر من عنده إلا لو سيادتك قلت له حط لي إيه؟ إلا لو سيادتك قلت له حط لي نيو لاين، أنت ضيف من عندك نيو لاين، هو مش هيضيف من عنده نيو لاين بشكل إيه؟ بشكل أوتوماتيك. وبالتالي في عندنا حاجة اسمها الإند إل أو الإند لاين. وانس إن سيادتك زودتها مع السي اوت، هو اوتوماتيك بيروح لسطر ايه؟ لسطر جديد. يعني تعالوا كده نجرب عندنا في الكود. لو انا جيت هنا وقلت له انا عايز ازود كمان سنتيمتر، وجيت بعدها مثلا وقلت له سي اوت، مثلا عايز اقول له كده في الاخر ايه؟ جود باي. ايه اللي هيحصل؟ ايه الاوتبوت هنا؟ الاوتبوت هنا الاول هيقول لي اريا ايكوال، دي هتطلع ثابته، قيمة الاريا دي هتيجي من القيمة اللي هو حسبها هنا، والسنتيمتر دي هتطلع برضو ايه؟ هتطلع زي ما هي بالظبط. طيب والجود باي دي هل هتطلع على سطر جديد ولا هتطلع نفس السطر؟ تعالوا نشوف. طبعا لازم الايه؟ لازم ننتهي بسيمي كولون. على كده نجرب. انتر radius هقول له مثلا 12. ايه اللي هيحصل؟ بص سيادتك كده، هو طبع لك اريا ايكوال، حسب لك القيمة ومفيش سبيس وكتب لك جود باي، يعني كتب لك سنتيمتر جود باي كله على بعضه. يبقى انت مهم جدا وانت بتكتب البروجرام تبقى واخد بالك ان مهما كان عندي عدد من السي اوتس كلهم هيطلعوا على نفس الايه؟ على نفس السطر. يبقى احنا عشان نصلح البروجرام ده واخلي جود باي تروح لسطر جديد، سيادتك اول حاجه عايزين نزود هنا كده سبيسز، وسيادتك بعد كده عايزين نيجي هنا كده ونزود ايه؟ ونزود اند ال اللي احنا بنتكلم عليها دي. الاند ال سيادتك تزودها في اخر السي اوت دي او في اول السي اوت دي مش هتفرق، لان هما بالنسبه لي اكنهم سطر واحد، وسيادتك بتكسر ما بينهم وما بين بعض بايه؟ ما بينهم وما بين بعض بالاند ال. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اجي اكتب كده سطر واقول لك كده، ده كده لاين 1 اند ال لاين 2 and L وهكذا. فانت سيادتك دلوقتي هو ما بيفرقش ما بين ان انت كاتبه في سطر مستقل ولا كاتبه في سطر ايه؟ في سطر واحد، هو كل ما يشوف كلمه اند ال هيبدا يروح لسطر جديد. يبقى احنا هنا الاوتبوت المتوقع ايه؟ تعالى كده نعمل كومبايل تاني. ايه الاوتبوت المتوقع؟ برضه هيقول لي ايه؟ ها هيقول لي بليز انتر radius. ادي بليز انتر radius، انا هدخله قيمه، وبعدين تعالوا كده نشوف اللي احنا كتبناه والاوتبوت طلع عامل ازاي. فانا هقول له كده الاول حسب الاريا، وبعد كده طلع لي رساله اريا ايكوال 3 بوينت او 314 على حسب القيمه اللي هو حسبها، ثم سنتيمتر، ثم راح لسطر جديد وبدا يكتب ها جود باي، وعلى نفس السطر كتب لاين 1. ليه؟ لان انا ما فرقتش ما بين السي اوت دي والسي اوت دي عن طريق اند لاين،
عشان كده اللاين 1 هو ضمها اوتوماتيك عند الايه، عند الجود باي. وبعدين ما بين لاين 1 ولاين 2 كان في اند لاين، وفي الاخر طبعا الاند لاين ده ما ظهرش عندنا في حاجه. وبالتالي لو انا عايز اصلح اخلي لاين 1 تنزل هنا، انت سيادتك ممكن تيجي كده في الاول تقول لي ايه، تقول لي اند لاين. سيادتك كنت ممكن تاخد دي وتكتبها هنا، او تاخدها وتكتبها هنا في نهاية السطر ده او في نهاية السطر ده، مش هتفرق معايا في حاجة. يبقى انت لازم تبقى متخيل ان كل الكلام اللي عندي في البروجرام اكنه سطر واحد، وانت بتنزل الاوتبوت بايدك عن طريق الاند ال وقت ما انت ايه، وقت ما انت تحب. طب انا لو سبت اتنين اند ال، ايه اللي هيحصل هنا؟ يبقى انا الاول هيكتب جود باي وينزل سطر جديد، وبعد كده ينزل سطر جديد تاني، وبعد كده يكتب لاين 1. وبالتالي اكن عندي دلوقتي ايه، اكن عندي 2 لاينز اهو كده، بقى في 2 لاينز ما بين جود باي وما بين لاين 1. جم منين ال 2 لاينز؟ ادي الاند ال الاولانيه وادي الاند ال الثانيه. تمام. طيب كده البروجرام بتاعنا بقى قابل ان هو يطلع اوتبوت او يقرا انبوت من الايه، يقرا انبوت من اليوزر. طيب بس لسه عندنا مشكله صغيره. افرض اليوزر دخل لي قيمه غلط. يعني ايه دخل لي قيمه غلط؟ في عندنا قاعده كده في البروجرامنج يا شباب اسمها fear from the lazy and crazy user. يعني ايه؟ يعني دايما توقع ان اليوزر ممكن يدخل لك داتا غلط. يعني ايه اللي هيحصل لو اليوزر دخل لي نيجاتيف هنا؟ يعني وانا ساعه ما قلت له كده دخل لي الراديوس، هو دخل لي الراديوس نيجاتيف، البروجرام بتاعنا هيتصرف ازاي في هذه الحاله؟ قلت له مثلا نيجاتيف 25، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هو طلع قيمه صح، هو بالصدفه طلع قيمه صح، لان احنا عندنا هنا الراديوس هو سكوير، وبالتالي سكوير ضيعت النيجاتيف اللي اليوزر دخلها دي. ولكن مش المفروض ان انا اتعامل مع رونج اوتبوت بالشكل ده، لازم اطلع لليوزر رساله كده اقول له القيمه اللي انت دخلتها لي غلط، لو سمحت دخل لي قيمه ايه؟ لو سمحت دخل لي قيمه صح. تخيل كده ان احنا بندخل جريدز بتاع الطلبه عشان نطلع الايه، او ندخل الماركس عشان نطلع الجريد، وفي اليوزر غلط ودخل لي نيجاتيف او دخل لي قيمه اكتر من 100، القيم دي بالنسبه لي انفاليد، وبالتالي ما ينفعش ان انا ايه، ما ينفعش ان انا اقبلها منه. يبقى احنا عايزين نخلي اليوزر somehow يعمل تشيك على الداتا اللي داخله من من اليوزر. فاحنا عايزين نقول له كده والله لو سيادتك دخلت لي انبوت، انا عايز اعمل تشيك somehow، والله لو التشيك ده صح، لو الداتا صح، فسيادتك تقدر تو بروسيد تو كونتينيو، لكن لو الداتا غلط لازم اطلع له رساله كده ان الداتا غلط دي، وما ينفعش ان انا اكمل الايه، ما ينفعش ان انا اكمل البروجرام، لازم سيادتك تو ستوب. يبقى احنا عايزين نخلي البروجرام يبقى عنده نوع من انواع الانتليجنس، نوع من انواع الذكاء كده، يكمل ولا ما يكملش. زي ما سيادتك كده تيجي تدخل على ويب سايت ولا يدخل لي اليوزر نيم والباسورد، لو دخلت له اليوزر نيم والباسورد صح هيكونتينيو، لو دخلتهم له غلط هيتوقف ويبدا ينفذ ايه، يبدا ينفذ حاجه ثانيه. وبالتالي احنا عايزين نتعلم الاول حاجه اسمها كونديشن. ايه الكونديشن ده؟ ده كده هتبقى معادله، المعادله دي قيمتها دايما تطلع يا بترو يا تطلع بفولس، على حسب ما انت هتكون كاتبها. الترو معناها ان الايكويشن اللي انت كاتبها صح، وبالتالي ابدا ايه، ابدا اتصرف على ان الكونديشن ده ترو، او الكونديشن ده فولس، وبالتالي ابدا ايه، ابدا اتصرف accordingly. طيب ايه شكل المعادلات؟ عشان كده عايزين نتعلم الاول حاجه اسمها ايه، حاجه اسمها logical expressions. كنا اتكلمنا المره اللي فاتت او اتعلمنا المره اللي فاتت حاجه اسمها الارثمتيك اكسبريشن، وحاجه اسمها الماثماتيكال اكسبريشن. الارثمتيك اكسبريشن اللي كان فيها جمع وطرح وضرب وقسمه، الماثماتيكال اكسبريشن دي اللي كان بقى فيها ساين وكوساين وسكوير روت والحاجات دي كلها. النهارده عايزين نتكلم على النوع الثالث من الاكسبريشنز في البروجرامنج، حاجه اسمها لوجيكال اكسبريشن. ايه اللوجيكال اكسبريشن؟ هي اكسبريشن القيمه بتاعته بتطلع يا ترو يا فولس، ما عندناش اكتر من كده. الاكسبريشن ده has value true or
فولس. ما عندناش قيمة تالتة، هي القيمتين دول، يا ترو بس يا فولس بس. واكشوالي ترو عندنا في لغة البروجرامينج هي ما بتبقاش ترو ولكن بتبقى 1، القيمة بتطلع 1، والفولس القيمة بتطلع ايه؟ القيمة بتطلع 0. طيب ايه الاوبريتورز اللي بستخدمها في الاكسبريشن ده؟ ده كده كان اول سؤال لازم سيادتك تساله. زي كده ما قلنا في الارثمتيك اكسبريشن كانت ايه الاوبريتورز الجمع والطرح والضرب والقسمه والموديولو، هم دول اللي بستخدمهم في الارثمتيك اكسبريشن. في اللوجيكال اكسبريشن ايه هي الاوبريتورز؟ في عندنا 6 اوبريتورز لازم سيادتك تعرفهم: الجريتر ذان، الجريتر ذان اور ايكوال، الليس ذان، الليس ذان اور ايكوال، والايكوال والنوت ايكوال. ده كده شكل الايه؟ شكل الاوبريتور زي ما انت سيادتك بتكتبها باليد، لكن عندنا في البروجرامينج شكلهم بيختلف شويه. الجريتر ذان بنكتبها كده، الجريتر ذان اور ايكوال، ما عندناش الحرف بتاع الجريتر ذان ده على الكيبورد، عشان كده بنكتبهم بالترتيب ده، لازم تبقى جريتر ذان اور ايكوال. هنا ليس ذان، هنا ليس ذان اور ايكوال. الايكوال بنكتبها اتنين جنب بعض، النوت ايكوال بعمل كده العلامه التعجب وجنبها ايه؟ وجنبها ايكوال. تمام، خد بالك الايكوال ايكوال دي كده هي بتقارن عشان تطلع لك ناتج ترو او ناتج ايه او ناتج فولس. لكن الايكوال الواحده احنا كنا استخدمناها فور اساينمنت، يعني في للتخزين. لما اقول لك سيادتك كده اكس ايكوال 5، دي مش معناها ان انا بساوي، اتكلمنا على القصه دي قبل كده، مش بساوي الاكس بال5 ولكن انا بخزن ال5 جوه الايه؟ جوه الاكس. لكن لو عايز اقارن الاكس، هل القيمه اللي جوه الاكس equal 5، بنكتبها بالشكل ده. الاكسبريشن بالشكل ده يطلع لك صفر يا يطلع لك ايه؟ يا يطلع لك واحد. يعني ايه يطلع لك صفر يا يطلع لك واحد؟ يعني انا لو سالت سيادتك دلوقتي كالاتي وقلت لك كده x equal 5 plus 2 وقلت لك كده سي اوت x، فانت متوقع ايه اللي هيطلع دلوقتي؟ اللي هيطلع طبعا ايه؟ هيطلع 7. لكن احنا دلوقتي انا ممكن اكتب لك معادلة تانية خالص، اقول لك كده x equal 5 greater than 2. الاكس دلوقتي هتبقى بكام؟ فهو دلوقتي بالنسبة له دي معادلة، المعادلة دي هيطلعها بصفر لو كانت false، هيطلعها بواحد لو كانت true. وبالتالي لو انا قلت لك دلوقتي c out x، يبقى اوتوماتيك القيمة اللي هتطلع هنا كام؟ القيمة اللي هتطلع هنا 1. ليه؟ عشان طبعا 5 greater than ايه؟ 5 greater than 2، لكن القيمة اللي هتطلع 7. وبالتالي أنا ممكن برضه أقول لك كده x equal 5 equal equal 2 وأقول لك c out x، يبقى أكيد اللي هيطلع على الشاشة نتيجة لل c out دي هي صفر. ليه صفر؟ عشان طبعا 5 not equal ايه؟ not equal 2، القيمة دي هي بالنسبة لنا false. طيب بس actually الأسئلة اللي ممكن نسألها من خلال الست operators دول ممكن تبقى معقدة شوية، عايزين يبقى في حاجة أكتر شوية. يعني تخيل كده عايزين نعمل بروجرام، البروجرام ده يسيرش كده على طلبة، الطلبة دي ينطبق عليها شرط معين. يعني إيه؟ يعني تخيل كده إن أنا عندي مجموعة من الـ student، اسم الـ student والـ age مثلا والسي جي بي اي بتاعهم، خلاص، وعندي داتا بهذا الشكل. مثلا الطالب الاولاني اسمه ايه، الايدج بتاعه 25، الجي بي اي بتاعه مثلا 2.1. عندي الطالب بي الايدج بتاعه مثلا 21 والجي بي اي بتاعه مثلا 3.7. طالب سي مثلا 18 و2 مثلا 0.7. الطالب دي ده عنده 19 والجي بي اي بتاعه مثلا 3.1. خلاص عايزين نعمل بروجرام مع بعض، البروجرام ده يدور لي على الطلبه اللي ينطبق عليها الشرط الاتي. عايزين ندور على الطلبه اللي السي جي بي اي بتاعها يكون greater than 3 ويكون الايدج اقل من 20. فاحنا دلوقتي عايزين ايه؟ عايزين ندور على الطالب اللي ينطبق عليه الشرط ده. الكلام ده هيبقى انهي طالب؟ لو انت سيادتك بصيت كده بعينك هتلاقي الطالب دي بس هو اللي ينطبق عليه الشرط ده، مش كده؟
بس ده بالعين، لكن انا لو عندي الداتا دي بالمئات وبالالاف هيبقى صعب جدا ان انا ايه ان انا اطلعها بالعين. فاحنا عايزين بروجرام، البروجرام يجي كده على الطالب ايه يقول لي لا فولس مش هو ده، ده ما ينطبقش عليه الكلام ده، ده الطالب بي لا، الطالب سي لا، الطالب دي بس هو اللي ينطبق عليه الشرط ده. يبقى انت اكشولي سيادتك عايز تسأل سؤالين، عايز تدور على الناس اللي السي جي بي اي بتاعها جريتر ذان 3 وفي نفس الوقت ينطبق عليه الايدج ليس ذان 20. لو سيادتك سألت السؤال الاولاني لوحده السي جي بي اي جريتر ذان 3، فاكشولي هتلاقي مين؟ هتلاقي البي معايا وهتلاقي الدي معايا، الاثنين دول في الحاله دي ترو. طيب والايدج ليس ذان 20، فسيادتك هتلاقي السي ترو والدي كمان ترو، بس انا في الاخر انا عايز الدي بس. يبقى انا محتاج بشكل ما ان انا اربط ما بين السؤال ده والسؤال ده. عشان نربط ما بين السؤال ده والسؤال ده في عندنا طريقتين للربط في البروجرامينج، دي بسميها ايه؟ بسميها لوجيكال كونكتورز عشان اربط ما بين سؤال وسؤال. تخيل كده ان انا عندي سؤال اكس وسؤال واي، السؤال ده هو قيمته يا بترو يا قيمته بفولس، فانا ممكن اربط الاكس مع الواي عن طريق حاجه اسمها الاند، وبنكتبها كده العلامه دي اللي هما الاثنين اند جنب بعض دول، دي احنا بنسميها يا شباب بنسميها اند. يبقى انا بربط الاكس والواي بالاند، او ان انا اربط الاكس والواي عن طريق ايه؟ عن طريق اور اللي هي العلامه دي، دي ما هياش سلاش ولا باك سلاش، دي بار. دي سيادتك هتلاقيها كده ايه، دي سيادتك هتلاقيها جنب الانتر، بس سيادتك تعمل شيفت الاول، شيفت باك سلاش هتديك العلامه دي، دي اسمها الاور. يبقى انا هنا بعمل سؤال جديد مكون من سؤالين صغيرين، اجابه السؤال الجديد تبقى ترو امتى او تبقى فولس امتى؟ تعال الاول نشوف اجابه الاسئله الصغيره، يعني انا الاكس ممكن تبقى ترو ممكن تبقى فولس، الواي ممكن تبقى ترو ممكن تبقى فولس. تعال كده لو قلت لك عايزين نجرب كل الكومباينيشنز الممكنه، فممكن تبقى الاكس فولس والواي فولس كاجابتين صغيرين في الاكس لوحدها والواي لوحدها، او صفر واحد او واحد صفر او واحد واحد زي الباينري كده، حطينا كل البوسيبل كومباينيشنز ما بين الاكس والواي. لما انا اقول لك دلوقتي ايه السؤال الاول بفولس والسؤال الثاني بفولس، يبقى اكيد السؤال اللي بيبقى بيربطهم مع بعض باند هيبقى ايه؟ اكيد هيبقى فولس. يبقى انا اكني بقول لك ايه، انا طالب منك حاجتين، طالب منك اكس تبقى بترو واند واي تبقى بترو، طبعا لو واحد منهم بفولس فالاجابه كلها فولس. طيب صفر اند واحد فبرضه الاجابه صفر، واحد اند صفر برضه الاجابه الكبيره بتاعت السؤال الكبير صفر، واحد اند واحد تطلع الاجابه ايه؟ تطلع الاجابه واحد. طيب اور تخيل بقى ان انا بقول لك ايه، لا 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 هات لي الاكس او الواي، يبقى خلي لي واحد بس منهم بايه بترو، او يا ده يبقى بترو او ده يبقى بترو. طب لو الاثنين اجابتهم بفولس اكيد اجابه السؤال الكبير ايه؟ السؤال الكبير فولس. صفر اور واحد يبقى انا طالب منك طلبين، طلب يا ده يا ده، انت سيادتك عملت لي الواي فالاجابه هتبقى واحد، واحد اور صفر هتبقى واحد، لو سيادتك خليت الاثنين بترو يبقى كتر خيرك، انت سيادتك كده خليت لي برضو الاجابه بايه؟ خليت لي الاجابه بواحد. طيب تعالى كده نشوف السؤالين اللي احنا كنا عايزين نسالهم، اللي هما بتوع ال سي جي بي اي جريتر ذان 3 والايدج ليس ذان 20. هل السؤالين دول المفروض نربطهم مع بعض باند ولا نربطهم مع بعض بور؟ فدي كانت الداتا اللي عندي، وده كان السؤالين الايدج ليس ذان 20 والسي جي بي اي جريتر ذان 3. تخيل كده ان السؤال الاولاني هو اكس والسؤال الثاني انا هسميه ايه؟ انا هسميه واي. طيب لو انا ربطت الاثنين مع بعض عن طريق اور، يعني قلت لك اكس اور واي، الناتج هيكون ايه؟ اجابه السؤال الكبير هيكون ايه؟ تعال نجرب. هنا الايدج، هل الايدج ده ليس ذان 20؟ فالاجابه هتكون ايه؟ الاجابه هتكون صفر فولس. اور هل السي جي بي اي هنا جريتر ذان 3؟ فالاجابه برضو هتكون فولس، وبالتالي الاجابه هتكون الناتج بتاعها ايه؟ لا فولس. طيب هنا الايدج فولس بس السي جي بي اي ترو،
بس سيادتك هتقول لي false or true، في إجابة الـ or هتطلع true. هنا الـ age true والـ CGPA false، وبالتالي هنا بقت الأولاني true والتاني false، وبالتالي إجابة الـ or هي true. هنا فوق هنا true وهنا true، فهتكون الإجابة إيه؟ هتكون الإجابة true. طيب يبقى احنا لو احنا عملنا البروجرام اللي هيدور على الطالب اللي ينطبق عليه الشروط دي، وكتبت في البروجرام بتاعي اور، ايه اللي هيطلع؟ اللي هيطلع اكشولي الطالب بي وسي ودي، مش هو ده المطلوب. احنا عايزين بس دي هو اللي يطلع ايه، هو اللي يطلع في الريزلت. تعالوا كده نجرب، لو ربطت السؤالين مع بعض عن طريق اند، هل الاجابة هتختلف ولا مش هتختلف؟ فاول واحد هنا هتبقى نفس القيم اللي احنا حسبناها هنا، مش كده؟ ولكن هربطهم بايه؟ هربطهم بترو. فحسيتك هتقول لي 0 and 0 false and false، فالاجابه هتطلع false. هنا 0 and 1 فالاجابه هتطلع برضه false. 1 and 0 الاجابه هتطلع false، 1 and 1 الاجابه هتطلع true. اذا المفروض ان احنا كنا فعلا نربط الايه؟ نربط السؤالين عن طريق and. خلاص؟ طيب بس في ساعات كمان بنحتاج ان احنا ننفي السؤال، يعني انا عايز طريقه اقول لك لا، ده انا عايز الطلبه اللي الايدج بتاعها مش less than 20 ومش الجي بي اي مش greater than 3، عايز عكس السؤال، يعني عايز اجابه يبقى الناتج بتاعها هو اي بي سي مش دي، يعني انا عايز اعكس السؤال اللي انا بدور عليه. بنعكس السؤال ازاي؟ خد بالك ان لو سيادتك حبيت تعكس الاسئله دي ممكن سيادتك تطلع نواتج غلط. يعني ايه؟ يعني الايدج less than 20 عكس السؤال ده ايه؟ عكس السؤال ده هل هو greater than 20؟ لا، عكس السؤال ده actually هو age greater than or equal ايه؟ greater than or equal 20. والسي جي بي اي greater than 3 عكس السؤال ده هو سي جي بي اي less than or equal ايه؟ less than or equal 3. فدي اول ايه، اول حاجه لو سالتك عايز تعكس الاسئله الصغيره. لكن هنيجي نشوف هل اربط عكس الاسئله باند ولا بور، فسالتك ممكن تبدا تتلخبط في هذه الحاله. انا بس ايه حابب ان انا اشرح لك حكايه عكس السؤال دي. لما يكون عندك اكس greater than 2 وسيادتك عايز تعكس السؤال، فسيادتك بتعكس سؤال بless than. لو السؤال الاصلي فيه equal ما فيهوش equal يبقى عكسه في ايكوال، ما ينفعش سيادتك تسيب الايكوال في الاثنين. ولو سيادتك تفتكر كده القصه دي كنا بنعملها زمان في ايه؟ بنعملها زمان في خط الاعداد، لما كنت بقول لك هنا 2 اكس جريتر ذان 2، فسيادتك كنت بتعمل دي اوبن وتقولي ده كده الايه؟ ده كده الانترفال. عكسه فلازم لو فوق اوبن يبقى هنا كلوز، وسيادتك تقول لي ايه؟ ده كده العكس بتاعه، وبالتالي الايكوال لازم تبقى في واحده فيهم. خلاص؟ والعكس بتاع الايكوال هيبقى طبعا ايه؟ هيبقى طبعا نوت ايكوال. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه خلاص احنا كده عكسنا السؤالين، اربط بقى ما بين عكس السؤالين دول باند ولا بأور. فالناس بتوع البروجرامنج قال لك سيادتك ما تتلخبطش بالقصه دي خالص، في عندنا حاجه اسمها النوت اللي هي بتبقى علامه ايه؟ علامة تعجب لوحدها كده، دي هي اوتوماتيك تعكس لك السؤال من غير ما انت تقعد تغير الاوبريتور وتشوف مين جريتر زان ومين ايكوال وهل هي اند ولا هي اور. سيادتك ما تشغلش بالك بالقصة دي خالص. وبالتالي انت لو عندك سؤال ايج less than 20 and CGPA greater than 3، وده بالنسبة لي سؤال، لو سيادتك حابب انك تعكس سؤال ما تعكسش اي حاجة جوه الايه؟ ما تعكسش اي حاجة جوه الاوبريتور، لا تخلي less than greater than or equal ولا تشوف الاند هتبقى عاملة ازاي، لا سيادتك بس هات لي كده الايه؟ هات لي حط لي العلامة دي كده في الاول، دي اوتوماتيك تعكس لك السؤال. وبالتالي لو سيادتك عندك سؤال كبير زد هو قيمته بصفر او بواحد، لو سيادتك حطيت العلامة دي قبل الزد اوتوماتيك الواحد هتبقى الصفر هتبقى واحد والواحد هتبقى صفر، دي بسميها النوت نيجيشن، بعكس الايه؟ بعكس السؤال. طيب
احنا دلوقتي عندنا نوعين من المعادلات، عندنا الارثمتيك اكسبريشن وعندنا اللوجيكال اكسبريشن. هل ممكن يبقى في معادلات ميكس ما بين الاثنين مع بعض؟ اه، ده كده ايه، ده برضو بيبقى وارد عندنا في البروجرامينج. فعايزين نتفرج كده على الميكسد اكسبريشنز اللي فيها ارثمتيك وفيها لوجيكال في نفس الوقت. بس ساعتك لازم تسألي سؤال مهم قوي، هو ترتيب الاوبريتور هيبقى عامل ازاي لو انا خليتهم ميكسد ارثمتيك؟ فعايزين نكتب بس البرايورتي بتاعت كل الاوبريتورز اللي احنا خدناها، لو ظهروا في معادله واحده الترتيب بينهم هيبقى عامل ازاي. اول حاجه سيادتك بتطبقها هي النوت، ثم الاقواس، ثم المالتيبليكيشن والديفيجن والموديولو، واتفقنا ان دول هيتطبقوا from left to right، ثم الاديشن والسبتراكشن برضه from left to right، ثم ال greater than or equal، less than or equal، كل دول ليهم نفس الايه؟ نفس ال priority from left to right، ثم ال equal وال not equal، دول ليهم نفس ال priority، ثم ال and، ثم ال or بتبقى آخر حاجة. يبقى أنت سيادتك افتكر كده إن ال priority عندنا هنا من الصغير للكبير، احنا ماشيين دايما ايه؟ ماشيين دايما في السهم ده. طيب تعالى نتفرج على ايه؟ على بعض الاكسبريشنز ونشوف الاجابه بتاعتها هتبقى عامله ازاي. يعني لو قلت لك كده y equal 4 plus 8 not equal 36 over 3، ال y هنا هتطلع بكام؟ بس سيادتك بناء على الايه؟ بناء على البرايورتيز اللي احنا لسه قايلينها، اول حاجه هتتحسب ايه؟ اول حاجه هتتحسب الديفيجن، مش كده؟ 36 over 3 هتطلع ب 12. سيادتك زي ما اتفقنا اعمل one operator at a time. طيب مين تاني دلوقتي؟ في عندنا not equal وفي عندنا ال plus، فسيادتك هتقولي لا ال plus الاول، فدي هتبقى 12 not equal 12. خلاص اخر حاجه بقى ال not equal. not equal دي على بعضها يا شباب، يعني ده كده operator على بعضه، ما هوش ايه؟ ما هوش نوت لوحدها وايكوال لوحدها. طيب هنا النوت ايكوال، هل 12 نوت ايكوال 12؟ فالاجابه طبعا هتكون ايه؟ الاجابه طبعا هتكون فولس، وبالتالي الواي هتطلع في الاخر بكام؟ الواي هتطلع في الاخر بصفر. طيب لو قلت لسيادتك عايزين نحسب حاجه بالشكل ده، واي ايكوال 16 موديولو 3 less than 22 equal 6 over 3 greater than or equal 2، الواي في هذه الحالة هتطلع بكام؟ فأول حاجة سيادتك هتطبقها لو رجعت كده الجدول بتاع البريورتي، أول حاجة سيادتك هتطبقها يمين، هتطبقها تبقى الموديولو. طيب 16 موديولو 3 هتطلع بكام؟ هتطلع ب 1. فسيادتك اكتب المعادلة كلها تاني، طيب مين هيتطبق بعد كده؟ اللي هيتطبق بعد كده هو الـ division 6 divided by 3، هيطلع الناتج 2. مين هيتطبق بعد كده؟ في عندنا دلوقتي الـ less than و greater than or equal والـ equal equal. شباب على فكرة معلش سوري، الـ equal equal بتبقى من غير spaces، يعني سيبك لما تكتبها كده في الكود بتبقى من غير spaces. طيب مين دلوقتي هنطبقه؟ فانت سيادتك اوتوماتيك هتقول لي ايه؟ 1 less than 22، يبقى الناتج بتاعنا هيطلع هنا كام؟ هيطلع true، صح، equal equal 2 greater than or equal 2. هل 2 greater than or equal 2 greater than or equal؟ وبالتالي هل ال 2 greater than 2؟ لا. هل ال 2 equal 2؟ اه. لا or اه، يبقى الناتج بتاعنا ايه؟ الناتج بتاعنا true. فسيادتك هتلاقي كده ايه؟ ها 1 equal equal 1، يبقى الناتج الأخير هيطلع كام؟ الناتج الأخير هيطلع 1، هيطلع true. طيب تعالوا كده نجرب كمان واحدة. لو قلت لسيادتك عايزين نحسب y equal 9 greater than or equal 7 and 7 mod 3
equal 1. فالواي هنا في الاخر هتطلع بكام؟ تعالى كده نجرب. اول حاجة هتطبق عندنا ايه؟ هتطبق هيبقى الموديولو. فسيادتك هتقولي كده 9 greater than or equal 7 and 7 mod 3 هتطلع بكام؟ هتطلع ب 1 equal 1. طيب مين هيطبق دلوقتي؟ المفروض الجريتر زان، مش كده؟ فالجريتر زان هيبقى بكام؟ هل ال 9 equal greater than or equal 7؟ فسيادتك هتقولي ايه؟ سيادتك هتقولي 1 and 1 مع 1. هنا 1 and 1، يبقى الناتج كله هيطلع كام؟ الناتج كله هيطلع 1. تمام كده؟ طيب اخر واحده، تعالوا نجرب كمان كده ايه، واحده صغيره. لو قلت لسيادتك y equal 6 greater than 2 or 26 divided by 5 equal 4. طيب اول حاجه هنا هتطبق ايه؟ اول حاجه هنا هتطبق ال 26 divided by 5. 26 divided by 5 هتطلع بكام؟ خد بالك انا مش محتاج اقول لك المعلومه دي طالما احنا اتفقنا عليها خلاص. هنا انا بقسم انتجر على انتجر، يبقى الناتج لازم يطلع انتجر. فالمفروض دي تطلع 5 بوينت حاجه، لا انا يهمني بس ال 5، طالما انتجر على انتجر فالناتج يطلع انتجر. وهنا الاور، وهنا 6 greater than 2. هنا 6 greater than 2 هتبقى الاول، هتبقى دي 1 ترو اور 5 equal 4. مين هيتطبق دلوقتي؟ دي هيبقى عليها الدور، وبالتالي دي هتبقى صفر، وهنا اور، وهنا واحد، هتبقى واحد. طبعا 5 مش equal 4 عشان كده طلعت صفر. واحد اور صفر، يبقى الناتج طلع في الاخر كام؟ الناتج طلع في الاخر واحد. تمام؟ يبقى ده شكل المعادلات اللي بتبقى ميكسد ما بين الايه؟ ميكسد ما بين. طيب اخر حاجه عايزين نتكلم عليها النهارده، عايزين نعمل مع بعض بروجرام صغير كده، وعايزين نشوف يعني نكتبه ازاي. لو قلت لك كده رايت ا بروجرام، تو كونفرت الفهرنهايت temperature to celsius. واي بروجرامنج محتاج معادلات احنا هندي لك المعادلات دي، انت مش مضطر ان انت تعرف الايه، مش مضطر ان انت تعرف المعادلات. فاحنا دلوقتي المعادله بتاعه الكونفرتنج من الفهرنهايت للسيليسيوس المفروض يعني ايه، حتى لو سيادتك مش عارفها وي دونت كير، فهي بتبقى بالشكل ده اف ماينس 32. عايزين نعمل بروجرام بايه، بيعمل الموضوع ده. فسيادتك هتفكر فيه ازاي؟ هتقول لي كده والله لازم الاول اطلب من اليوزر الايه، اطلب من اليوزر فارنهايت، ده بالنسبه لي هيبقى انبوت، ثم ابدا اعمل الحسابات ويطلع لي هنا الناتج ايه، ويطلع لي هنا الناتج في الاخر اوتبوت، مش كده؟ طيب نعمل البروجرام ده ازاي؟ لو سيادتك بدات تكتب الكود نفس الكلام اللي احنا كتبناه قبل كده، بس احنا ايه كاتبينه كده جاهز عايزين نتناقش فيه على طول. طيب ده كده شكل الكود، تعالوا كده نشوف اللي ايه، ايه اللي مكتوب عندنا في الكود. الاول طبعا عملت الايه، عملت الهاش انكلود الاي او ستريم والماس، حتى ما اناش محتاج الايه، ما اناش محتاج الماس اللي ما فيهاش لا سكوير روت ولا فيها اي حاجه. انت مين عرفت تو فاريبلز اف وسي، وقلت لليوزر كده انتر الفهرنهايت، ثم بدأت أقرأ منه الفهرنهايت، ثم حسبت السيليسيوس. ده كده شكل الإيه؟ ده كده شكل المعادلة. 5/9 multiplied by F minus 32. ثم طبعت له الناتج سيليسيوس equal سيليسيوس end line. ده كده الكود بمنتهى البساطة. بس سيادتك لو كتبت الكود ده عمره ما هيطلع لك نتيجة. ليه؟ تعال نجرب. يعني أنا دلوقتي لو عملت إيه؟ عملت compile run. بيقول لي انتر ايه؟ انتر فارنهايت، فانا قلت له مثلا 5، هيطلع لي الناتج كام؟ هيطلع لي الناتج كام؟ هيطلع لي الناتج 0.
طيب هو الكلام ده صح؟ يعني أنا لو جربت قيم تانية قلت له مثلا 150 هيطلع لي ناتج كام؟ برضه هيطلع لي الناتج زيرو. برضه دي من الحاجات اللي سيادتك يعني إيه، لو مش فاهم الحاجات الصغيرة في البروجرامينج هيظهر لك مشاكل بالشكل ده ومش هتبقى قادر إن أنت تفسرها. تعال نشوف إيه المشكلة، ليه دايما السيليسيوس بتطلع زيرو مهما كانت القيم اللي أنا بدخلها. المفروض المعادلة اللي إحنا كاتبينها، انا قلت لك ان الفلوت والسيليسيوس دول ايه، دول من النوع فلوت، لكن سيادتك لما جيت كتبت في المعادله من غير ما سيادتك تاخد بالك، ولو انت يعني واخد بالك تبقى شاطر، لكن لو من غير ما تاخد بالك انت سيادتك قلت لي ايه 5 اوفر 9، بس انت سيادتك كاتب ال 5 هنا as an integer وكاتب ال 9 هنا as an integer، وبالتالي ال 5 اوفر 9 دي as an integer هتطلع 0 بوينت حاجه مش كده، لكن بما ان هما integers فالناتج هيطلع ايه، الناتج هيطلع دايما زيرو مش كده، زيرو ما تبلايت في اي حاجه دايما الناتج يطلع زيرو. يبقى انت الصح هنا عشان الناتج يطلع معاك صح ان انت تقول له 5.0 وتقول له 9.0، يبقى انت بتقول له float over float، وكمان يفضل ان انت تحط لي دي كمان 0.0، مع ان يعني دي مش هتفرق قوي لان احنا كنا اتفقنا ان الفلوت ماينس انتجر الناتج هيطلع فلوت اوتوماتيك، ولكن احنا بنحطها برضو احتياطي. لكن كان ليه الناتج بيطلع زيرو؟ عشان الايه؟ عشان الاثنين دول. طيب تعالى كده نجرب بعد ما صلحنا الداتا تايب بتاعت الاكسبريشن الناتج هيبقى عامل ازاي. طيب لو انا قلت له دلوقتي اي قيمه، هو ايه معلش هو بيعمل كده عشان عندي فيروس، وبالتالي سيادتك برضه لو حصلت لك انا حابب برضه ان انا اسيبها علشان ايه سيادتك تبقى شايفها. يعني لو قلت لك 15 خلاص بدا يطلع الايه؟ بدا يطلع النواتج صح. لو قلت له اي قيمه ثانيه هيبدأ يطلع لي النواتج إيه؟ مثلا 10، فهيطلع الناتج بهذا الشكل. تمام كده يا شباب؟ إن شاء الله بقى عايزين المرة الجاية نبدأ نشوف اللوجيكال اكسبريشنز اللي إحنا اتعلمناها النهاردة، إزاي أستخدمها عشان أعمل بروجرام يبقى سمارتر، يقدر ياخد قرار، لو في الكوريكت ياخد قرار، وفي الإنكوريكت يبدأ ياخد إيه؟ يبدأ ياخد قرار تاني. وأتمنى الناس لو عندها أي أسئلة تشير الأسئلة بتاعتهم على الجوجل كلاس روم عشان نبدأ نتناقش إن شاء الله. شكرا جزيلا.